كل الفرق الجماعية بالتأكيد داخل نادي الزمالك دعمت صفوفها بعدد من اللاعبين اللي كان بناء على طلب المديرين الفنيين. تاني، كل فرق نادي الزمالك دعمت صفوفها بناء على طلب المديرين الفنيين. يعني المفروض كل مدير فني عارف احتياجاته ايه، طلب بيها عدد من اللاعبين. وكمان تم التجديد لعدد كبير من اللاعبين اللي عقودهم كانت خلصت بالتأكيد. يعني عندك، خلينا نبدأ مثلا باليد رجال، تم التعاقد مع المدير الفني الإسباني فرناندو باربيتو، وكمان اللي هو على فكرة مدير فني قوي جدا، مدير فني عنده سي في محترم جدا جدا. سي في أو اللي بيميز فرناندو ان هو بجد اشتغل في كل أنواع الدوريات، يعني اشتغل طبعا في الدوريات الأوروبية، اشتغل كمان في الدوريات العربية، وده مهم جدا، ده مهم جدا ان انت النهاردة يبقى هو بس ما اشتغلش في الدوريات الأوروبية. احنا طبعا كلنا عارفين ان المدرسة الإسبانية هي الأقرب لكرة اليد المصرية، وهي اللي بقالها سنوات، يعني داخلين في 5 6 سنين هم الأقرب للمدرسة المصرية، وهم اللي كميتهم زي ما بيقولوا كده يعني البلدي، كميتهم راكبة مع بعض. الراجل ليه تاريخ محترم جدا مع المنتخب الإسباني، مع برشلونة، مع كمان المنتخبات العربية، درب في البحرين، درب في، يعني عنده كمان خبرة في الدوريات العربية بشكل كبير جدا جدا، فده مهم. يعني النهاردة عارف كمان طبعا المنتخب المصري بيختلف بالتأكيد عن باقي المنتخبات العربية، مع كامل احترامي وتقديري، ان المنتخب المصري بقى خلاص، يعني انت بتتكلم انه بقى طول الوقت، يمكن ما حلفوش الحظ في الاولمبياد اللي فاتت، بس بقى طول الوقت متربع على 10 القارة الافريقية، هو بيحارب دايما دايما، بيبقى على تكة او خطوة بتفصله دايما عن المربع الذهبي، دخل المربع الذهبي في اولمبياد طوكيو. فالنهاردة انت بتتكلم عن كفنيا منتخبنا المصري هو بعيد عن باقي المنتخبات العربية، ده فنيا، ولكن انت بتتكلم عن الثقافة العربية، فالراجل درب في الدول العربية مع منتخبات عربية، فهو عارف كمان الفكر العربي او الثقافة العربية. نروح لكابتن طبعا محمد عبد السلام ريشة، واحد من نجوم الزمالك السابقين، اللي بجد يعني تاريخه في البطولات والانجازات، الجيل الذهبي لكرة اليد داخل نادي الزمالك بالتأكيد، ليه باع طويل جدا، ليه إنجازات محترمة جدا جدا، وبطولات وأرقام كبيرة جدا جدا مع كوماندوز الزمالك، بالإضافة كمان إن هو بدأ مسيرته التدريبية بشكل كبير جدا مع المنتخبات، يعني عنده خبرات اكتسبها في تدريبه للمنتخبات مهمة جدا. أول ما بدأ منتخبات، فده مهم. الراجل اول ما بدأ ياخد خبرات دولية، ده بيفرق، ده بيتقل المدير الفني او المدرب العام بشكل كبير جدا، ان هو على طول اول ما قاله، يعني اول ما بطل وبدأ تدريب، بدأ في مع المنتخبات، فعلى طول على الخبرات الدولية اللي هي مهمة جدا 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 طبعا كمدرب عام. تم التجديد كمان، وغير ان هو كمدرب عام وخبراته التدريبية وما شاء الله السي في بتاعه القوي كلاعب كمان، وسي في محترم ومسيرة مبشرة في التدريب، بادئ بمسيرة مبشرة جدا، كمان هو قريب جدا من اللعيبة، حضر معظمهم تقريبا، لعب مع معظمهم، فده بيبقى حاجة مهمة جدا. كمان تم التجديد للثنائي محمود خليل فلفل ومازن رضا، اللي هما طبعا وينج لافت وحارس مرمى لا غنى عنهم بالتأكيد. تعال بقى للتعاقدات الجديدة. تم التعاقد طبعا مع كريم هنداوي، خرج سنة ورجع كريم هنداوي، واحد من اللاعبين اللي مش بس دوره فني داخل الملعب، طبعا كريم هنداوي ليه تقل في حراسة المرمى ما شاء الله بيفرق، يعني سواء هو ولا فلفل، انا النهارده لما بحس ان انا ورايا حارس مرمى تقيل سندني ورايا، ده بيفرق بشكل كبير جدا، بما ليه بقى من خبرات، بما ليه من 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 باع طويل مع نادي الزمالك وقريب من اللعيبه. كمان مع
دوره الفني داخل الملعب ليه دور طبعا خارج الملعب مع احمد الاحمر ومع اكرم يسري ومع فلفل مع كل اللعيبه الكبار، عشان ما اقولش اسماء وانسى اسماء، كل اللعيبه الكبار دول مع دودو، كل اللعيبه دول ليهم تقل داخل الملعب وخارج الملعب. داخل الملعب انه الخبرات دي بتقدر ان هو طول الوقت بيبقى بيسيطر على مجريات المباراه، عارف امتى يهدي الريتم وامتى يسرع الريتم، عارف امتى يتقل على الكوره في وقت من الاوقات لما تبقى النتيجه خلاص بتحتمل انك لا لازم تهدي دلوقتي عشان تكسب علشان اعمل فاول. خبرات خبرات جوه الملعب وبره الملعب كمان ان انا النهارده قادر الم فرقتي، قادر اسيطر على فرقتي، قادر اجمع فرقتي في ظروف لا يغفل حد عنها وهي مش مستخبية عن حد. أكيد الظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك محتاجة لعيبة كبار تقايل خبرات يبقوا بيلموا أوضة اللبس، يبقوا بيلموا أوضة اللبس. أكيد الإدارة بتسعى بكل قوتها إن هي تخلي لعيبتها طول الوقت بتحاول إن هي تطلع أجزاء من المستحقات في ظل الظروف الموجودة. طبعاً الإدارة بتحاول على قد ما بتقدر، وفي نفس الوقت إن أنا بحاول أخلي لعيبتي دي تستقر ذهنياً على قد المتاح وعلى قد الظروف. طيب تم التعاقد كمان مع بلال جلال في مركز الجناح الأيمن، وطبعاً قادماً من البنك الأهلي، يوسف عزو في مركز الدايرة قادماً من عند توتا الجزائري. كمان التعاقد مع عمر بيبو، يعني أنا وأنا بتكلم كده هتلاقوا ده بلال طبعاً. كمان تم التعاقد مع بيبو الظهير الايسر القادم من نادي هليوبلس. يعني الموضوع لسه ما قفلش لحد كده، خلينا نشوف خلال الايام اللي جايه هيكون ايه الدنيا. قبل ما نروح للسله، عشان الناس بتطلع تقول لك طب وعدلان، موضوع واضح وصريح علشان بس الناس تقول اصل انتوا ما بتتكلموش في موضوع عدلان، اصل انتوا بتتجاهلوا الموضوع. لا 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 خالص، عدلان رغبته وتعاقده، الولد ماضي تعاقد مع نادي الزمالك، الاهلي مع اللي استغنى من النادي، يبقى الزمالك معاه امضاء اللاعب ورغبه اللاعب والفيديو اللي كلنا شفناه اللي هو لا يخفى على احد يعني، والنادي الاهلي مع استغنى اللاعب. طيب انا وانا رايح اسجل، انا هسجل الاهلي هيسجل، انا هسجله الاهلي هيسجل، انا ايه اللي يخليني ما اروحش اسجله؟ هروح اسجله وانا معايا رغبته ومعايا امضاءه والاهلي هيروح يسجل. هيحصل ايه او ايه القرار اللي الاتحاد المصري لكره اليد هياخده؟ خلينا نشوف، خلينا نشوف. فالايام المقبله قبل قفل القيد هيبان موقف عدلان، عشان الناس اللي بتسال على عدلان، عدلان لعيب كبير جدا جدا ما شاء الله ربنا يحميه، الولد رغبته نادي الزمالك وعايز نادي الزمالك، واللي انا بقوله ده لا يخفى على احد، هو عايز نادي الزمالك بس كده. فده الموضوع بمنتهى البساطه، الزمالك هيسيب حقه؟ لا مش هيسيب حقه، هيروح يسجل اللاعب، يطلب تسجيل اللاعب، واكيد الاهلي هيروح يعمل كده. ايه اللي هيحصل؟ خلينا نشوف، خلينا نشوف، لكن اكيد الزمالك هيتمسك بحقه في اللعب زي ما المنافس عايز يتمسك وحر، لكن الزمالك هيتمسك بحقه، خاصة ان الزمالك مع رغبة اللاعب قولا واحدا، لعيب عايز يلعب في الزمالك فاحنا هنخصبه على ايه؟ مش عارف. فاللعيب رغمته نادي الزمالك قولا واحدا، والكلام واضح وصريح، وده مش سر، انا مش بقول سر، ده الراجل طلع اعلنه في فيديو. طيب نروح لفريق السلة اللي جدد التعاقد مع مهاب ياسر. طبعا ده مهاب ياسر الإصابات منعته، مهاب ياسر يعني ربنا يحميه كان طالع طلعة محترمة جدا جدا، مهاب ياسر اتصاب إصابتين ورا بعض. ولد أنا بقول أهو هنا، الموهبة لوحدها لا تكفي، الموهبة لوحدها لا تكفي. مهاب ولد عنده فكر، ولد عنده ثبات انفعالي جوه الملعب، عنده ثقافة وفكر أكبر من سنه، ثبات انفعالي أكبر من سنه، ربنا يحميه ويحافظ عليه. فده من الحاجات اللي بتميز مهاب ياسر، ما
بتمنى له انه مع فتره الاعداد ومع بدايه السيزون ومع سيزون هو بادئ من اوله وهيدخل في المباريات واحده واحده، لانه خد بالك هو السنه اللي فاتت رجع في نص السيزون على حد ذاكرتي، يعني المره دي هو بادئ من الاول، المره دي هو بادئ من الاول، فهيبدا يتدرج من الماتشات الصعبه الى من السهله الى الصعب، وان شاء الله يكون موسم يعني كويس عليه وعلى فريق السله باذن الله، والعوده الى منصات التتويج. كمان تم التعاقد مع عمر عزب لعيب كبير، كل اللي انا بقوله ده بناء على اختيار الجهاز الفني لكره السله محمد يونس. ولسه المفروض انه في صفقه محليه في الطريق، وكمان المحترف اللي هو الاكيد بقى المحترف، واللي ان شاء الله هيكون لاعب مختلف. طبعا معانا على الشاشه عمر عزب، واحد من اللاعبين اللي انا بشوف انه ان شاء الله ان شاء الله مفيش حاجه مضمونه في الدنيا يعني، ولكن ان شاء الله هيعمل سيزن كويس مع نادي الزمالك وهيكون اضافه للفريق. كده بقى عندنا الاخين يعني في الفرقه. نروح لفريق سيدات اليد، واللي تم التعاقد مع عدد من اللاعبات واللي ان شاء الله قادرين على تحقيق بطوله السنه دي والمنافسه. المنافسه، بصوا انا ما بحبش كلمه تحقيق بطوله بالذات لما بتكلم على سيدات اليد. ليه؟ البنات دول تم الغاء فريق اليد سنه 2009 وتم العوده من جديد في 2020. في 11 سنه في النص البنات دول لا هم شاركوا ولا كان عندنا درجه اولى ولا كان في احتكاك فكره الدرجه الاولى ولا الكلام ده. في نفس الوقت كان كل الفرق اللي باقيه عندهم لعيبه، فبقى في عندهم شباب ومتوسط اعمار وخبرات. احنا طلعنا فريق ال 2000 عندنا وعملنا بيه فرقه على طول كده، طلعنا فريق ال 2000 وعملنا بيه فرقه، فتمام ده كانت خطوه كويسه، محدش يقدر يقول عليها مش خطوه كويسه. طيب جينا النهارده كان شويه مفيش اهتمام، يعني عملنا فرقه وكل حاجه وفرقتنا، مفيش بقى توفير الامكانيات اللي يمكن بتتوفر لغيرهم من الفرق. طيب انا عملت فرقه، ده شيء محمود جدا، ولكن المفروض ان انا بدعمهم. انا فكره ان انا النهارده انا يختلف ويتفق معي يعني ناس تتفق معايا وناس تختلف معايا، ناس تقول لك لا اصل انا بصراحه ضد رياضه البنات، حقك، لكن انا مع رياضه البنات، وبالذات لما ابقى بتكلم عن نادي الزمالك، لما ابقى بتكلم عن نادي الزمالك اللي هو اوريدي انت في وقت من الاوقات على فكره بيبقى الاتحاد بيطالبك انك لازم يبقى عندك فرقه، الموضوع منتهي يعني. لكن انا النهارده لما ابقى بلعب باسم نادي الزمالك ولو راحوا وخسروا برضه بارقام هيقول لك ادي اتفضل بص خسرنا ازاي مش كنتوا تدعموهم، ولما تدعمهم يترد ويتقال لك انت دعمتهم ليه؟ ما نوفر الفلوس لفرق الرجال. تمام مفيش اي مشكله، وايه المشكله اما ادعم هنا وادعم هنا؟ وايه المشكله وانا بدعم هنا ابقى واخد بالي كويس قوي من ظروف النادي؟ عشان في ناس طلعت واتكلمت وحقهم يا جماعه، انا والله العظيم انا هنا بوضح بس، لا هنا طالعه اقول انت ليه بتقول انه انا انت ضد رياضه البنات، وانت ليه بتقول انه ما تدعموش فرق البنات وكفايه صفقات بنات وخلينا في صفقات الرجال. انا مش ضد حد، انا بحترم كل وجهات النظر وبتفرج على السوشيال ميديا وبحترم كل الاراء وما عنديش مشكله مع اي راي، وحتى ما بدخلش ارد مثلا واقول ايه انت ازاي تقول كده انت لا 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 خالص، انا بحترم كل الاراء وشايفه ان كل واحد من حقه يقول رايه ومن حقه انه يختلف، واحنا يعني الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. ولكن النهارده لما ابقى بدعم البنات في حدود امكانياتي انا مش شايفه ان ده غلط، في حدود المتاحه للامكانيات، يعني لما ابقى بدور على لعيبه فري واللعيبه الفري دي لما اجي اتعاقد معاهم اتعاقد معاهم بفلوس تلائم الظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك اللي برضو لا احد يغفل عنها، تناسب الظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك، ها بجيب لعيبه فري، لعيبه اعاره سنه
بمبالغ يعني. انا بس عشان ده ما يصحش مش المفروض اقول الارقام على الشاشه، ولكن الارقام بجد الارقام يعني هي صفر على الشمال جنب ارقام الرجال، صفر على الشمال جنب ارقام الرجال. ولما هتقول لي طب اصل في تعاقدات، لا انت عارفه في تعاقدات في فريق ايه بارقام ايه، مش انا اللي تعاقدتها او مش المجلس الحالي هو اللي تعاقدها. وده لا انا ما بشككش خالص خالص في اي لاعبه داخل نادي الزمالك، بالعكس لاعبات كبار جدا 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 جدا، ولكن التعاقد اللي بيحصل في المرحله دي هو تعاقد يناسب الظروف الماديه لنادي الزمالك والامكانيات الماديه لنادي الزمالك في التوقيت الحالي، واللي بما لا يضر مع ميزانيه النادي، بما لا يضر انه يؤثر على باقي الفرق سواء رجال او باقي الفرق الاخرى. فده كله بيتراعى يا جماعه، ده انا بس كنت محتاجه اوضحه. طيب نروح ل احنا دلوقتي في فريق اليد، تم التعاقد مع الكابتن محمد عبد السلام مدرب واعد، ليه باع محترم في تدريب فرق الدرجه الاولى في السيدات، درب الشمس، درب البنك الاهلي وعمل معاهم نتائج طيبه. معاه كابتن محمد احمر مدرب عام، معاه كابتن محمد عصفور مدرب حراس، وتم التعاقد مع فريده الشرقاوي، سلمى عبد الرازق، جنة الله محمد، آية طارق، كل دول فري. منى الحناوي إعارة، وبيتهيألي الرقم أكيد حضراتكم شفتوه على مش يعني أنا بشوف إنه ما يصحش إن أنا أقول الرقم على الشاشة، بس هو رقم لا يذكر، وأكيد أنتوا شفتوه على ال 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 السوشيال ميديا. دي الوحيدة اللي إعارة، ودي لعيبة منتخب مصر بنت واعده جدا جدا زي باقي البنات الفري دول اللي ربنا اراد واكرمنا ان احنا نتعاقد معاهم فري. هيجوا ياخدوا عقدهم اللي هو برضو ارقام يعني ما ينفعش اقولها، بس هي ارقام عبيطه جدا جدا، يعني ارقام انا ما ينفعش اقولها على الشاشه. يعني ده بالنسبه لسيدات اليد، منى الحناوي اللي هي كانت اخر صوره طبعا، ودي اعاره بنيه البيع في نهايه السنه لو ربنا اراد برضو هنشتريها بمبلغ لا يذكر جنب الأرقام أو الصفقات اللي دايما بنبقى بنسمع عنها يعني. نادي الزمالك، خليني أخلص باقي الفرق وأقول لكم جزئية مهمة جدا. نروح بقى لسيدات الذهب اللي هم فريق الكرة الطائرة، واللي كان أهم صفقة طبعا هي عودة الكابتن أحمد فتحي في نهاية السيزن اللي فات، واللي قدر مع اللاعبات إن هو يعني يجيب البطولة الإفريقية. طبعا انا بشوفها من اهم الصفقات. ايضا تم تجديد التعاقد مع مالكا لوباسكا، الحقيقه كانت متفهمه جدا، مضت بنفس رقمها وانا بشكرها، مضت بنفس رقمها، مضت من غير ما تاخد مقدم، ودي محترفه، مفيش محترف بيمضي من غير ما ياخد مقدم يعني. طيب نروح لفريده العسقلاني ومريم متولي ومريم مصطفى، نور عزمي، هنا المصري، مايا ممدوح، دول تجديد تعاقد. تم التعاقد مع تؤى مدحت، تؤى مدحت طبعا في مركز اثنين كلنا عارفين انه تم التعاقد معاها، وكان مجلس اداره الزمالك بيسعى من يناير السابق للتعاقد مع تؤى مدحت. تؤى لعيبه واعده، لعيبه كبيره مهمه جدا، دي اشتريناها من نادي الشمس، انا اللي اشتريناه بنقول اشتريناه. مركز المعد تم التعاقد مع نهى عادل، نهى عادل فري، هنا سند، دي شروق فؤاد معانا على الشاشه، شروق فؤاد تم هي فري وتم التعاقد معاها، هنا سند وبرقم مش الارقام الخزعبليه اللي بتتقال خالص، هنا سند ايضا تم عودتها مره اخرى، يمكن كانت ظروف شغلها صعبه شويه السيزن اللي فات ولكن عادت الى فريقها مره اخرى. في مركز الليبرو بسنت محمد، ده تم التعاقد معاها في مركز الليبرو، قادمه فري من نادي الشمس ايضا، غير ولا جنيه دفع لنادي الشمس. يعني انت بتتكلم في الفولي في واحده انت اشتريتها، في الهاندبول واحده اعاره برقم كلنا اكيد شفناه على السوشيال ميديا، واحده اعاره بنيه البيع، واحدة اشتريتها، يعني اشتريت واحدة في الهاندبول بإعارة واشتريت واحدة في الطايرة.
طيب ما انتوا اللي جايبينهم دول هياخدوا فلوس، ما هو طبيعي هياخدوا فلوس، بس على فكره هما اللي جم خرج ناس مكانهم بناء على وجهه نظر فنيه، الناس اللي خرجت مكانهم كانت بتاخد فلوس واللي دخلوا بياخدوا فلوس. والفروقات بسيطه، يعني ممكن ناس تبقى بنفس الثمن من غير ما اوضح، ناس بنفس ثمن اللي خرجوا وناس اللي اعلى شويه، فروقات بسيطه مش الفروقات الضخمه، فروقات بسيطه. طيب نروح لفريق سلة السيدات، واللي كان لازم انك ترجع الفريق كل دي يا جماعه بتبقى زي ما عملت فريق كره قدم نسائيه، ده مش فيفر يعني، ده مش حاجه اوبشن، مش رفاهيه يعني، لا ده لازم، هو انت خلاص مطالب منك انك تعمل فريق كره قدم نسائيه. نروح للسله، تم التعاقد مع 10 لاعبات بالاضافه الى الكابتن محمد عبد الباقي مدير فني وكريم حاتم مدرب مساعد. خليني اقول جزئيه في بنات السله، بنات السله هيتقاضوا مرتبات بسيطه جدا، مش عقود، مرتبات، هيتقاضوا مرتبات بسيطه مش عقود. طيب نروح بقى لمسك الختام، فريق الطائره اللي ان شاء الله اكيد عشمانين في عودتهم مره اخرى زي السله زي اليد لمنصات التتويج مره اخرى. تم التعاقد مع البرازيلي كارلوس شوانكي، وهو اسم كبير في عالم التدريب، تاريخ محترم جدا جدا في التدريب. كمان كابتن وليد عبد العال كمدرب عام، تم التجديد طبعا. كابتن وليد عبد العال لاعب سابق داخل نادي الزمالك، نجم كبير محترم خلوق، اللعيبه بتحبه، متفاهم جدا معاهم، هو اللي بيدربهم الفتره دي، فده كان مهم جدا. تم التجديد لعدد من اللاعبين والتعاقد مع لاعبين عندهم خبرات عاليه جدا وقدرات عاليه جدا جدا. التعاقد مع لعبه، التعاقد مع 2 محترفين منهم واحد هيكون ضيفنا النهارده، ده مهم جدا جدا، ده يعني زياد اللي هو كان اعاره ورجع لنا، ده ما اشتريناهوش، ده اعاره ورجع لنا. لو بتتكلم في لعيبه تم التعاقد معاهم او شرائهم او او او، يبقى الاثنين محترفين ولعب. ان شاء الله كل التدعيمات دي هترجع الزمالك تاني لحصد البطولات. مهم اني اوضح لحضراتكم ان الزمالك الصفقات الغالبيه العظمى منها هي بناء على المديرين الفنيين، هي بناء عن المديرين الفنيين. وفعلا وحتى الناس اللي مشيت، الناس الاداره بعتت للمديرين الفنيين اللي كان هيتم التعاقد معاهم انه فيديوهات وكل حاجه اتعرضت للناس، والناس قالوا ارائهم سواء في اللي مشي سواء في اللي جاي. التدعيمات دي بتكون بناء على المراكز اللي محتاجه دعم، بتكون بناء على ما يناسب في المرحله الحاليه قدرات نادي الزمالك، اللي بجد كل ما يخرج من أزمة يتم دخوله في أزمة أخرى، في منها المفتعل وفي منها اللي موجود. تركة صعبة، محدش بيقول أنه أنتوا عارفين من الأول، تمام عارفين من الأول المجلس إدارة ومفيش أي مشكلة وبيحاولوا يحلوا. الصفقات بناء على المراكز اللي المفروض يتم تدعيمها بناء على قدرات نادي الزمالك المالية في هذه المرحلة، لأن هناك مغالاة غير طبيعية. وأنا بقول وعادي جدا، عندنا مشكلة في سوق الانتقالات. إيه هي المشكلة اللي عندنا في سوق الانتقالات؟ المغالاة. المغالاة، أنت بتدخل تحط رقم، نادي تاني بيدخل يحط 4 أضعافه، ده لو أنت داخل على لعيب واحد، إلا بقى لو رغبة اللاعب زي عدلان كده مثلا، ومش شرط ابقى بتكلم على الاهلي بس، عموما كل الانديه، حتى لما بتروح تشتري لعيب من نادي في ارقام هلاميه بتتقال، ارقام هلاميه، يقول لك ده انا نادي كذا عارض عليا كذا، عارض عليك كذا ايه؟ ده عيل عنده 16 سنه ولا 17 سنه ولا 18 سنه، لا اصل انا مش عارفه ايه. يعني بجد هي دي بقت مشكله، والمفروض يكون في سقف، يكون في سقف لده. وعلى فكره مش عيب ابدا ابقى بطالب
كل أندية مصر، مش النادي الأهلي بس، بطالب كل أندية مصر إنه يا جماعة بجد فكرة تعلية السقف بالشكل ده، ده مش صح، ده بيبوظ الرياضة، بيبوظ الرياضة. الطبيعي يكون في سقف،